também no Botem. شو عم تعملي بمكتبي يا صوفيا؟ قائد محور مع الوزير. مسيون. شو بك موتر؟ ماشي الحال، ما قائد المحور في يختار الكرسي اللي بده اياها ويعمل عليها فوتو سكشن. بس هيدي كرسي وزارة الداخلية يا ست صوفيا. شو فيها؟ ما عندي شيء مع الوزير، برجل الدولة رجل دولة. شو ما كانت رتبتها ولا انا غلطانة؟ هات نشوف شو طلباتك. ماشي، بدي اتصور انا وياك صورة هون بالمكتب ونزلها على فيسبوك. يا عمي هيدا مكتب وزارة الداخلية يا ست صوفيا. لا أنا الداخلية بيلبقوا لها هلا القصص كثير معالي الوزير، كمان لاستكبر الشرطه. انت بشجحوني بالاعلام يا صوفيا. لا معالي الوزير ما حدا بشجحك، بعدين شو فيها؟ واذا فتحوا سيره بالاعلام دغري انت طلع بيان وقول الصور التي اخذت في مكتب معالي الوزير مروان شربيل اخذت في غيابه. صدقني حتى لو انت طالع بالصور كل العالم بيصدقوك. كمان لاستكبر الشرطه. كيف يا لباس؟ بوسنا.